برعايتي وحضوري سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني للرياضة ذوي الإعاقة، اختتم مهرجان اليوم الوطني لذوي الإعاقة الذي نظمه الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، وذلك بصالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية، والذي يأتي تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية يومي 16 و17 من ديسمبر، والذكرى 17 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. التقرير التالي يوافينا بالتفاصيل. للتفاؤل أكثر من علامة، منها رسم الابتسامة التي ما أن نلمحها على وجوه الآخرين حتى ندرك أننا على الإنجاز قادرين، وأن راية الوطن ستبقى خفاقة بمستقبل مشرق وتاريخ مليئا بالعراقة. فقد شارك أكثر من 100 لاعب ولاعبة من ذوي الإعاقة بعشر مسابقات مختلفة تحت عنوان مهرجان اليوم الوطني الذي أقيم تحت رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لذوي الإعاقة. مهرجان اليوم الوطني على 3 أيام و10 ألعاب وجميع أنواع الإعاقات، الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية، وحوالي 110 مشارك تقريبا. وجود سمو الشيخ خالد في اليوم الأخير يوم التتويج أعطى روح للفعالية، ويعني نفس ما يقول أشعل مشاعر أولياء الأمور واللاعبين بالفرحة، وشفناها على وجوههم وتبين في كل مكان، وشاكرين الكل، شاكر لسموه على تواجده وعلى دعمه المستمر لهذه الفئة. وايد حلو، وايد استانسنا يعني، وحصلت على المركز الثالث بعد شهر في مسابقة بوتشي، بعد هالشهرين يعني. أشكر سمو الشيخ خالد إن والحمد لله، وقال لنا ان وايد يعني اسئله يعني، والحمد لله. مهرجان حمل العديد من المشاعر، فخر واعتزاز وفرح وانتماء بين طفل وشاب عرفوا معنى التقدير والاهتمام ودروس للمعنى الحقيقي لتحدي الصعاب. ليس ذلك فحسب، بل مثالا للنجاح في شتى المجالات رفع رصيد الانجازات. الله يعطي الشيخ خالد العافيه ان حضر هني وشرفنا بحضوره، حسيته كاخ لنا يعني، ان بحيث ان حسسنا ان كلنا مثل ما يقولون اخوانه وعياله وكذي، شرفنا حضوره وشرحنا له الالعاب. كبدايه كنت اهل شجعوني ان ادخل سباحه، كنت مو راضي ادخل سباحه، كنت ابي كاراتيه، لكن طالما في كاراتيه رحت سباحه، انهم النادي شجعوني ان ادخل سباحه. بعدين قمت شوي شوي اتطور بعدين وصلت لهذه المرحله. سمو الشيخ خالد وقف معاي وتكلم معاي بطريقه حلوه واعطاني عزيمه عشان اصير الصباح الأول على هاي اليوم، يوم العيد الوطني وعيد الجلوس جلالة الملك. أحب أقدم التهنئة حق شعب البحرين والقيادة بهالمناسبة، اللي كان التكريم كان وايد حلو. أنا أشكر الشيخ خالد على دعمه لنا، وايد استانسنا، صورنا صور وايد أشياء سوينا. أنا شفت إعلان في الجريدة قبل كم من يوم إن الشيخ خالد ترأس رئاسة الاتحاد، أقول يعني أنا استغرب، الكل استغرب إنه هو ترأس هالفئة، الجزء مهم من المجتمع، وقال هالكلام. كان وايد حلو لأن بوجود إخواني من الدول من دول العاقة موجودين كلهم، وشفت يعني بسمع الكل انهم كانوا يعني يضحكون ويلعبون مع من اكثر من لعبه حطم. حابه اشكر سمو الشيخ خالد
على تعاونه معنا وحسسنا انه احنا فينا نصير اكثر اكثر اهميه بالمجتمع بمشاركته معنا. هذا التجمع عكس فرحتنا في العيد الوطني. طبعا صار لنا العاب كثيره مختلفه ومتعدده، وطبعا صار في تطور من سنه لسنه، كل سنه قاعد يتطور الالعاب عندنا. العزيمة هي السلاح الذي تغلب بها ذوي الإعاقة على كل التحديات والصعوبات بكل أناقة، والإصرار هو نهج اتبعوه بطريقة جعلت من الحلم حقيقة، والأجمل من ذلك لفتة أضاءت العديد من الطرق وكلمات وابتسامات لاحت في الأفق. فالتواضع رافع معنويات الأغلبية وعزز المشاعر الوجدانية التي ترجمها خالد الإنسانية.